بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. ماطور مبردة حجم 2000، هذا الماطور هذا شكله طبعا اللي تشوفونه قدامكم. طريقة اللف مالته بصراحة هما هذا الاستيتر خليله مال ثلاجة، يعني مال ضاغط ثلاجة، فطريقة اللف مالته شوية تختلف عن الباقيات، راح نشرح لكم عليها طريقة اللف. هذا الاستيتر ماله بصراحة أنا ما لحقت أخذ له صورة، بس أنا الحمد لله مصور مراحل اللف وهسه أنشر لكم إياها. طريقة اللف مالته بصراحة شوية بيها نوع من الغرابة، لأنه الأقطاب ما مساوية أعداد المجاري مالتها، فهسه راح نصور لكم طريقة اللف مالته. عندنا أول شيء هذا القطب الأول، راح تكون ترك 4 مجاري و يدخل هنا، هذا القطب الأول، طبعاً 4 أقطاب 24 مجرى، ماطور مبردة 2000. الثاني راح يجي، لاحظ هنا تترك 2، والثانية يعني مجموعتين تتراكب ويا الأولى. نجي على الثالثة أيضاً راح نجي هنا ونترك 4، بحيث اللي متقابلات ويا الأصفر راح يكون نفس المجاري ترك 4، والثانية قلنا تتراكب ويا المجاورة. يبقى لنا 1 ايضا هنا راح نترك 2، لاحظ يعني مقابل الاحمر وتتراكب ويا الثانيه. هسه كمل عندنا ملفات التشغيل. زين، ملفات التقويم شلون راح يصير؟ لاحظ الطريقه، يعني بصراحه هم مستخدمين طريقه ذكيه لهذا الشيء. راح نستخدم اللون الاصفر لملفات التقويم حتى تعرفوها. راح نجي نبدي من هنايا، لاحظ الاولى تدخل هنا، المجموعة الثانية تدخل منا إلى هنا. زين، يعني القطب الأول هذا الثاني راح يكون منا، لاحظ هنا، ويتراكب أيضا بنفس المجموعة بس يدخل على الثانية. هذا الثاني، الثالث راح يكون منا لهنا وأيضا يبدي منا يدخل هنا. هذا شنو؟ القطب الثالث. الرابع راح يكون من هاي العريضة هنا ومن هنا. هنا طريقة اللف مالته بصراحة لفيناه سلك 28، يعني 0، خلينا نغير اللون، 0.37. العدد مالته المجموعة الأولى 220، المجموعة الثانية اللي مشتركة عندنا 110. هذا لملفات التشغيل. ملفات التقويم، ملفات التقويم لفيناه 0.30، هذا التقويم العدد مالته أيضا 200، العفو 160 160 لفينا، يعني هاي المجموعة نفسها تتكرر مرتين، 160 160. طبعا شغلنا وسحب عندنا 1 أمبير، مبردة حجم 2000، المكثف 12 1 أمبير. تحياتي لكم، وراح انشر لكم الصور ان شاء الله. شكرا جزيلا.